أحد الشاكرين ونتوب إليه ونستغفره وندعوه إنه هو البر الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا يوم لقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آل بيته الأطهار وعلى صحابته الأبرار، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، استمعنا قول الله تبارك وتعالى ما افتتح به إمامنا جزاه الله خير في الركعة الأولى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآية: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله جل وعلا على أهل الإيمان. من اتصف بهذا الوصف فعليه أن يرعي هذا النداء انتباها، إذ أن الله تبارك وتعالى يخصك كما لو أنك تنادى وحدك: يا أيها الذين آمنوا، بصيغة الجمع وصفة الجماعة، لأن أهل الإيمان يد على من سواهم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعتم الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا بهذا النداء، إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعوها أسماعكم. انتبه، ركز، لا تنشغل، تفرع، أنت المنادى. ومن المنادي؟ الله جل في علاه، ربك يا عبد الله يناديك: يا أيها الذين آمنوا. إن تنصروا الله ينصر. معلوم، إن أداة شرط، تنصر فعل الشرط، ينصركم جواب الشرط. مقتضى القول عند أهل اللغة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يا أيها الطلاب إن تذاكروا تنجحوا. فعل الشرط جواب، كرم من الله تبارك وتعالى ومنا لا يترك النصر عند أهله وفقط، إنما هناك سعة: ويثبت أقدامكم، جزاء بعد الجزاء، وإحسان فوق الإحسان، النصر على الأعداء الذي اشتاقت إليه الأمة وطاقت إليه نفوسها وباتت تقول: متى نصر الله؟ ها هي، إن تنصر الله، إن حققت الشرط جاءك الوعد لا محالة، فإن الله لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. إذن نحن إن تنصروا الله، صلى على رسول الله، كيف نحقق هذا الشرط
حتى يأتينا الجواب على نحو ما سمعنا في الآية. كيف لنا أن ننصر ربنا؟ الله جل في علاه ضعيف يحتاج إلى قوتنا، قليل يحتاج إلى كثرتنا، فقير يحتاج إلى أموالنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو الغني، هو القوي، لم يخلقنا ليستكثر بنا من قلة ولا ليستغني بنا من فاقة، بل خلقنا وهو غني عنا وهو الغني الحميد. إذن كيف لنا أن ننصر ربنا؟ السؤال. كل منا يحاول في دقيقة يعد عنده جواب، فلعله يوافق ما تستحق به الأمة النصر. فيه رحمة الله عليه رجل فاضل عالم أحسبه والله حسيبه، وما تأثرت بعالم كما تأثرت بهذا الرجل، لأنه أدرك قريتنا وأنا في الأول أو الثاني الإعدادي، وظلم 7 سنوات يأتينا، هو من المدينة ويأتي إلينا في القرية كل جمعة، ولا أنسى والله إنا كنا نخرج لاستقباله على أطراف القرية، استقبال يليق بالعلماء، جل القرية فقراء، لا عندهم لا سيارات ولا غيره، إنما هي الركائب، فكل واحد يجهز الركوب عنده ويأخذ معه المظلة والنساء في الطريق طول الطريق، هذه تأتي بعصير وهذه تأتي بحليب، يريدون إتحاف الشيخ بشيء، فينزل ويجد في استقباله عشرات الناس، ويخطب الجمعة على قامته وقيمته وقدره 20 دقيقة لا يزيد، ثم يبقى إلى العصر يحدث. فقيل في ذلك، قال: هناك من العمال يعملون في شركة المحل ونحن قريبين منه من قرية، وهناك أهل الزرع عندهم مواشي وعندهم أراضي وعندهم كذا، نقيم فيهم الفرد 20 دقيقة، ثم كل واحد ينصرف إلى حال سبيله، ويبقى من يبقى متهيئ ومستعد، لا يضيق على أحد، فكان يذهب أحدهم ويقضي حاجته ثم يرجع، والشيخ إلى عصر، وكان في القرية علماء رحمة الله على الجميع يحاورون الشيخ حتى المغرب وحتى العشاء. كان يوم هذا الرجل له كتاب تسيبه رحمة الله عليه، له كتاب في هذا المعنى من أخلاق النصر في جيل الصحابة. هذا من تخلقوا بهذه الأخلاق التي استحقوا بها النصر وهم من هم في جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يحتاج إخوانا مراجعات كبيرة. نعم، على سبيل الفرد، على سبيل الفرد والجماعة ولا بد. إذا ترك كل واحد يفعل ما يحلو له وما يشتهي نرى الأحوال تخبط. نعم تخبط. حرية يا شيخ، عن أي حرية تتكلم؟ لا أريد أن نخوض في هذا، لكن
من هذا دخل علينا، رأينا الحرية تفسخ، رأينا الحرية حل بلا حد، حتى بدنا نرى في شوارعنا في كل أرجاء المعمورة إلا ما رحم ربك تفسخ وتعري. والتعري هذا لعنة ملعون بها صاحبه، لأن الستر نعمة، ويظنون أن المرأة إذا استترت ونسمع عاهرات يتكلمن في شأن العفيفات الشريفات بل ويقذفهن في عرضهن وشرفهن. تجلس في المجلس وللأسف أن هذا يذاع في قنوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أهل الجنة، النساء في الجنة التي ليس فيها حساب. في الجنة إذا دخل العبد الجنة ليس هنالك حساب، هذا هو الفوز العظيم. والمرأة مع أنها لن تحاسب على شيء إلا أن لباسها الستر حتى في الجنة، فكيف في الدنيا؟ وهذا أبونا آدم، يقول الله تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، همه أن يرى التعري. فأنت إذا رأيت التعري اعلم أن هذا ذراع من أذرع إبليس. وكلنا في قارب، نعم الأمة بأسرها في قارب نسير فيه إلى الله، لا بد من أخذ يد البعض على البعض. والحديث مشهور، حديث نعمان بن بشير مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في السفن، فقال الذين في السفن لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. كلما أرادوا أن يستقوا الماء يخرج إلى أعلى ويمر على من فوقه ثم يدلو الدلو ليأتوا بالماء الذي يريدون يشربونه. تفكروا في هذا الفكرة، قال لو أننا خرقنا في نصيبنا خرق تحت، نخرق خرق المية تجينا. طيب والمية إذا دخلت السفينة إيش بيصير؟ بتغرق. ولما تغرق السفينة اللي تحت بس اللي بيغرقوا ولا اللي فوق معاهم؟ كل من في السفينة اللي فوق واللي تحت. فلو أن الذين في العلي تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم أي منعوهم إياكم، نحن لا نتعدى أبدا من أن تصعدوا إلينا. لو تركوهم وما أخذوا على أيديهم هلكوا، أخذوا على أيديهم نجوا. لذلك هذا يفعل خطأ برفق، هذا يرتب لأمر فيه ضرر. نعم، لأننا إذا وقع الخطر نرى الجماعة تهلك، وهذا الذي نرى في دنيانا.
انت بريء، ما سويت شيء، لكن اصابك من الضرر ما اصابك. هكذا الامه جميعا. لا تقول ان هذه بنت فلان، انا مالي خص. لا يا عبد الله، لا والله سيصيبك. لهذا ايها الاحبه، ان تنصر الله نرجع، والسؤال كيف لنا ان ننصر ربنا؟ ننصره في الامر، وننصره في النهي، ننصره في امره سبحانه بان نمتثل الامر فنتبعه ونؤديه، ونمتثل النهي نبتعد عنه ونجانبه. ما امرنا الله به تعالى سمعا وطاعه، وما نهانا عنه سمعا وطاعه. لان كما في الآية فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك ننصره مما أمرنا به ربنا. الفرد يا إخوان، ولطالما أكرر هذا كثيرا وأشدد القول فيها، لأن الصلاة لو ضع من يدك هذا الحبل، قل لي بالله عليك ماذا بقي في دينك؟ نسأل الله أن يبلغنا رمضان على الأبواب من العام إلى العام. ومن الذي يصوم؟ المريض ليس عليه الصيام، المقيم، المسافر ليس عليه الصيام. طيب الزكاة؟ من عنده مال ومن ليس عنده مال فليس عليه زكاة. الحج، من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع فلا حج عليه. أما الصلاة، لم يقل له فيها لمن استطاع إليها سبيلا، ولا يشترط فيها قدر مال كالزكاة، ولا يشترط فيها أن تكون مقيما وأن تكون صحيحا. لا يا عبد الله، الصلاة أمرها يختلف تمام الاختلاف. كنت صحيح أو مريض هتصلي، كنت مسافر أو مقيم هتصلي، كنت غني أو فقير هتصلي، ما دام عقلك في رأسك فأنت مكلف. تنبه، لا تدع لنفسك اعذار. لا تاتي فتتلمس عند الشيخ، والله معلش اسال، ما هو اللي هيجازيك ولا هيحاسبك، هو زيه زيك، سيسال بين يدي الله جل وعلا. فليت اذا فعلت ذلك فقد وقفت على باب من نصر الله تبارك وتعالى. نعم والله، اعداؤنا يعلمون منا انه ليس هؤلاء الذين ينصرون علينا، الذين ينصرون علينا هم جيل يصلون الفجر كما يصلون الجمعه. انظر الجمعه المسجد بالكامل وسائر الجوامع ممتلئه ولله الحمد، ونسال الله ان يديمها نعمه. طيب وباقي الصلوات، تقول لي الناس في الاشغال، طيب ما هو اللي شغال هنا واللي شغال هناك، يعني اذا العمليه متقاربه جدا. الان العشاء معظم الناس تفرغت من اشغالها. لذلك يا عبد الله احذر وانتبه، الصلاه مش بايدك بس، بايدك واسنانك. تشبث بهذا الحد المتين لعلك تأتي يوم القيامة وتدخل من هذا الباب العظيم، باب الصلاة. إن تنصر الله، نعم، العيال أو البنات يعني والنسوان وكده،
ضروري يا جماعة نتابع الأسرة، الزوجة، البنات، وانت طالع لا تمل ولا تكل. لا يكفي فقط ان تأتي انت ومن وراءك الحبل على الغارب، احذر، اسمع الآية: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. عارف اهلك مين؟ مراتك وعيالك. قوا من الوقاية اجعلوا بينكم وبينها خندق بعيد. قوا انفسكم واهليكم نارا. كمل الآية، شوف وصف هذه النار: وقودها الناس والحجارة. سلم يا رب. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لم تتكرر الآية في موضع إلا في هذا الموضع. لذلك أحبتي، إذا أردنا النصر فلنأخذ بالأسباب، وأعظم أسبابها الصلاة. انظر في مرضك على أي حال تصلي، بل لو كان هناك من عذر لكان أولى به الذين يقاتلون في سبيل الله المجاهدون. ومع ذلك علمنا صلى الله عليه وسلم الصلاة عند التحام الصفوف وعند قتال الأعداء، هناك صلاة. فلا عذر لأحد، تتعذر. هناك رقيب الذي سيحاسبه، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انظر بماذا تجيب: أبرئ، مقدم البراءة، وحافظ. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. والله يا إخوان إن ذلك على الله يسير، سهل جدا، ما أيسر وما أسهل. الأمر الذي نستعظمه ونستصعبه ونستبعده، ألا إن نصر الله قريب، غير القرب، إلا أننا منا وفينا هل نستحقه؟ لذلك لا بد من المراجعة. وأولى هذه الأمور يا إخوان كما ذكرت وأجدد، الصلاة. والله ويثبت أقدامكم، يجعل لكم رغد عيش، تمكين في الأرض، لأنه ممكن يأتي نصر ساعة ويذهب وينقلب الأعداء مرة أخرى فيختطف النصر من بين أيدينا. لا، يثبت أقدامكم، تفرح بالنصر وتتمتع به وتعيش عمر ما دمت. لم تغير ولم تبدل فلن يغير الله عليك. لهذا أحبتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والاستعداد للشهر الذي ننتظره. هنيئا هنيئا لمن يأتي عليه رمضان وهو مقيم صحيح، يصوم، يحسن السير مع الصوم، يصوم صوم صحيح، لا يأتي بصوم ممزق ولا بصوم مخرق، يأتي بصوم رائع لطيف يرجى له القبول. انظر في آخر الآية، وسنأتي عندها مرة ونعيد ونكرر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم
إياكم ممن يصومونه خير صيام، وممن يقومونه خير قيام، وأن يرزقنا تقواه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.